بسم الله الرحمن الرحيم هذا الدرس هو الدرس الاخير من دروس متلاحقه عن همزه الوصل والقطع وهذا الدرس لتنبيهات هامه نوضحها لكم ان شاء الله تعالى الامر الاول هو ان همزه القطع كما لو قلت انا انجز انا انجز حين تسبق ب واو فقلت وانجز أو تسبق بفاء كأن تقول فأنجز أو تسبق باللام كأن تقول والله لا أنجزنا أو أن تسبق إذا كانت اسم مثل أحمد إذا سبقت أيضا بالواو وأحمد أو الفاء فأحمد أو لام الجر كأن تقول لي احمد او سبق الفعل هنا ايضا بالسين كان تقول سانجز فان كل هذه الاحرف لا تلغي تقدم وتصدر واوليه همزه القطع فان همزه القطع لا زالت هنا وهنا في اول الكلمه لذلك لا نقول ان الهمزه في كلمه وانجز او فانجز او لانجزن أو سأنجز أو وأحمد أو فأحمد أو لأحمد يعني حين اكتب الآن هنا سأنجز وأكتب هنا لأحمد فإن هذا لا يعني أن الهمزة أصبحت متوسطة في وسط الكلمة بل لا زالت في أول الكلمة لا زالت في أول الكلمة لأن اللام كلمة وأحمد كلمة والسين كلمة وأنجز كلمة لذلك قال العلماء ان هذه الحروف لا تخرجها، ركزوا في هذه العباره، لا تخرج همزه القطع عن ماذا؟ لا تخرج همزه القطع عن اوليتها، يعني عن كونها في اول الكلمه، عن اوليتها، اذا هذه الاحرف لا تخرج همزه القطع عن اوليتها. هذا التنبيه الأول التنبيه الثاني وهو مهم جدا ما الحكم إذا اجتمعت همزتان من همزات القطع متتاليتين كأن نقول مثلا كأن نقول لاحظوا معي إذا قلت ها أخذ فعل ثلاثي مبدوء بهمزة أمل وأمن أفعال ثلاثية مبدوءة بهمزة ثم أدخلت عليها أيضا همزة المضارعة فقلت أنا أ أنا أ فإن النتيجة ستكون بهذا الشكل أنا أ خذ أنا أخذ أنا أأمل أنا منو لاحظوا معي هنا أن الكلمة اجتمع فيها همزة قطع الأولى متحركة ولا هذا شرط الأولى متحركة والثانية ساكنة إذا اجتمع همزة قطع الأولى متحركة والثانية ساكنة لذلك الحكم الآن هو أن نستغني عن الهمزتين نستغني عن الهمزتين ونضع مكانهما حرف مد فستصبح بهذا الشكل آخذوا وآملوا وآمنوا وأصلها أخذوا أملوا أمنوا هذا إذا اجتمع همزتان بهذا الشكل الأولى مفتوحة متحركة مفتوحة والثانية ساكنة والثانية ساكنة طيب عندنا أمنة هذه تصبح أمن أو آمنة آ أنا آمن أو هو آمن اذا اشتققنا المصدر فان الاصل ان يقال ايمان ايمان بهذا الشكل واثر التي فيها مد هنا نحن نتكلم الان عن المصدر اثر سيصبح اثار اثار والف ستصبح إئلاف إئلاف لاحظوا معي هنا في الفعل اجتمع همزتان همزة متحركة مفتوحة وهمزة ساكنة فقلبتا إلى مد هنا اجتمعت همزة متحركة مكسورة مع همزة ساكنة لاحظوا إذا الفرق هو أن هذه الهمزة مفتوحة وهذه مكسورة الحكم الآن ليس أن تقلب إلى مد وإنما نأتي إلى الهمزة الثانية الساكنة فنقلبها إلى ياء. لماذا إلى ياء؟ لأنها مسبوقة بكسر فستصبح بهذا الشكل إيمان وأصلها إيمان وإيثار وإيلاف بهذا الشكل الذي ترونه. إذا عندنا هنا اجتمعت همزة متحركة بالفتح مع همزة ساكنة وهنا اجتمعت همزة متحركة بالكسر مع همزة ساكنة وفي كلمات أخرى مثل أؤمنوا ها أؤمنوا وأؤثروا لاحظوا أنها كلها تصريفات للفعل الثلاثي المبدوء بهمزة أؤثروا لاحظوا الجديد عندنا اجتماع همزتين نعم ولكن الأولى متحركة بالضم والثانية ساكنة أؤثروا إذا عندنا اجتماع همزة قطع الثانية ساكنة في جميع الكلمات إلا أنها هنا الهمزة الأولى متحركة بالفتح هنا متحركة بالكسر وهنا متحركة بالضم هنا متحركة بالضم كما ترون الحكم هنا هو أن نأتي إلى الهمزة الثانية فنقلبها هذه المرّة إلى واو لأن الواو تناسب الضمة كما قلبنا هنا إلى ياء لأن الياء تناسب الكسر فنقول في اؤمن اومن وفي اؤثر أوثر كانت هذه الملاحظة الثانية وبقي عندنا تنبيه ثالث مهم نختم به وهو الفرق الصوتي بين همزة الوصل وهمزة القطع هذه طريقة عن طريق التفريق الصوتي تستطيع أن تميز همزة الوصل من همزة القطع وهذه الطريقة عن طريق وضع واو قبل الكلمة ها وضع واو قبل الكلمة التي في اولها همزة همزة إذا أي كلمة في اولها همزة وأردت أن تعرف هل هي همزة وصل أو همزة قطع فما عليك إلا أن تأتي قبلها بواو واو فإن كانت الهمزة نطقت مع الواو فإنها همزة قطع إذا في حال النطق في حال نطق الهمزة يجب أن تكون همزة قطع في حال عدم النطق عدم النطق فإن الهمزة تكون همزة وصل نجرب الآن عندنا استغفر وعندنا أكمل نريد أن نعرف هل هي همزة وصل أو همزة قطع ضع قبلها واو واو وانطق وس واستغفر لاحظ أنك بعد الواو نطقت السين مباشرة وهذا يعني أن هذه الهمزة لم تنطق وإذا لم تنطق الهمزة فإنها تكتب وصل ولذلك كتبناها بهذا الشكل في حين أنك هنا تقول وآ وأكمل ولا تقول وكملا كما قلت واستغفر فلما نطقت الهمزة جعلناها همزة قطع هنا وجعلناها كلمه وصل هنا وقس على هذين المثالين وهذه قاعده عمليه تستطيع ان تيسر عليك اثناء كتابتك ان تعرف هل الهمزه التي بين يديك همزه وصل ام همزه قطع اذ ما عليك الا ان تضع قبلها في ذهنك واو وان تنطق نطقا سليما حتى تتوصل الى الصوره الصحيحه لرسم الهمزه وبهذا نكون قد انهينا الحديث عن باب طويل من ابواب الاملاء واهمها وهو آآ آآ باب همزه الوصل وهمزه القطع ونلتقي مع باب اخر ان شاء الله تعالى